إكليبس، هكذا اختار هؤلاء الشباب المولوعين بتأدية أغاني كبار الفنانين الأجانب تسمية فرقتهم الفنية. يبحرون في أغاني عشقها الجمهور بأنحاء العالم ويعيدون تأديتها بطريقتهم الخاصة. بور لو مومون الفن هذا جور شوية محقر، ماشي شوية بزاف محقر، ما كاش فريمون دعم كما يقول لك. جوستومون لقيناه عند وانتيم دي زاد، دونك سي اون بروميير هنا في الجزائر. أدال، بيونسي وأسماء أخرى، كل ريبرتوارهم الفني محفوظ وأغانيهم تلهم أعضاء فرقة إكليبس. نغني بوب، نغني ار ان بي، عندنا دي رابور، عندنا دي فوكاليست. بون حنا أربعة، أنا كودي، كاين نوبي، كاين سليمان، وكاين أبولون. كيديروا الأوديشنز هادو دخلوا دو مومبر معانا، من بعد تفاهمنا باش نفورميو هاد ليكيب. الحلم الذي يراودهم هو الوصول إلى العالمية ورفع علم الجزائر عاليا بالمحافل الثقافية. ديز ألبوم، كل واحد كاتب الألبوم تاعو، يعني وماذا بينا احنا نوصلوا يعني لأبعد مدى نقدروا نوصلوا ليه، علاش ماشي العالمية إن شاء الله، نكونوا أول فرقة جزائرية توصل العالمية في هذا المجال. لا شيء يبدو مستحيلا، فقط الكثير من جرعات الإرادة وتنمية الموهبة، تلك وصفتهم للنجاح.